والمهندس طارق المولى وزير البترول والثروة المعدنية ترأس ورشة عمل برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين، وده بالتعاون مع استشاري عالمي متخصص لبحث ومناقشة ما تم إنجازه في وضع خارطة الطريق لتطوير القطاع. المهندس المولى قال إن الهدف من خارطة الطريق الجاري أعددها هو ضمان تحقيق أقصى استفادة للدولة من ثرواتها التعدينية، وتحقيق مردود متميز من الاستثمار في النشاط التعديني، بما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في المجال ده.